اخوتي انا ما كنتم واحد وما جئتم، صح رمضانكم وصح فطوركم. اليوم مع اخونا يزيد، طبيب جزائري من المغتربين في لندن. مثلنا راهو عند مشكلة التذاكر، حاب يهبط البلاد يصوم مع والديه، لكن مانيش عارف المشكلة. نترك له الكلمة. السلام عليكم خويا. السلام، اهلا صالح، كيف راكم؟ لاباس؟ الحمد لله، والله الحمد لله. رانا في رمضان اخويا، مبروك عليكم رمضان وعلى الشعب الجزائري كله، ان شاء الله كل عام احنا بخير. ويا اخي رانا في واحد المشكله تاع التيكت تاع الجزائر. رحت انا صار لي اسبوع، رحت ار الجيري 450 يا اخي، كارثه. اللي عنده اطفال، طفل ولا اثنين، كيفاه يدفع 2000؟ وهو المراه والاطفال صافي 2000، امبوسيبل. والله يا كارثه يا اخي والله. بينما جيراننا مقارنه بتونس والمغرب يروحوا ب 59 يورو. نعم، مقابل المغرب ولا تونس عندهم اللي فول، عندهم ايزي جات، عندهم ايزي جات من جاتوي كلها مستنسد، يروحوا ب 59 باوند. هو كان في تونس ولا في المغرب. لكن ربما الخطوط الجويه الجزائريه يقول لك على ما كريتش البي تاعك ان ادفانس، هم يقول لك هكذاك. لا 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 يا اخي، دائما نروح على ادفانس ودائما نفس السعر، ما كانش دائما من 400 وطلع. انا عندي شهر ادفانس نفس السعر، هما يلقاو حجه باش الناس دائما يسكتوا في الناس كما الانتخابات وحكايات حكايات هذيك. لا نفس اللعبه نفس اللعبه، بارك الله فيك. ويا اخي احنا كرهنا من اللعبه تاع احنا نديرو اكشن، احنا اكشن، احنا نحبوا بارك الله فيك، احنا نحبوا الاكشن. دوك تعبنا البلد هذيك، تعبنا، هربتنا من البلد. المفروض اني في بلدي نشتغل في بلدي في الميدان تاعك. الميدان تاعي دوك راني نشتغل، راني نشتغل في هذا الميدان، ماشي في الميدان تاعي، في الانتربريتيشن. ما عندناش خلاص بالعلاقه بال زادوا هرمونا، هارمنا وهارمنا. واحد طاح شعره وواحد فرطاس ولا هارمنا من اجل هذه اللحظه هكذا. والله العظيم يعني الجزائر هذيك ما نظنش كانت تتعدل، الا لكن يروحوا المنافقين هذو تاع اللي حاكمين الحكم هذو كما ويحيى وهذو بكري. يا اخي هذو ما يعمر لي مخي. انا كوم يجيو الناس دي كومبيتنت، ما نضرش بين الناس هذو يحكوا الحال. هذيك بوتفليقه صح، حاب يشتغل بوتفليقه، انا معاه، انا ظلم او مظلوم. بصح الاخرين يا اخي كلهم بيك بوكت، هما بزنازيه تجار، بزنسوا بالشعب وبزنسوا بالدم الشهداء، ونعملوا لكم ونديروا لكم وسكنوا من هنا كل شيء، وكل واحد شيء، كل واحد شيء. ما كان والو يعرف غير يسبق في الطريق ويعمل لك شويه من هنا ونوار وشجره ومن هنا خلاص، هذه هي. والناس هي كلها دروغي دوكا، كلها هيروين وكنابي وما عرف شنو. يا اخي ما فهمتش انا، ماذا بينا يجيو ناس مخلصين يحكموا البلاد هذيك. بترول، انا قاعد نشوف البترول والغاز، لي زونغلي نحكي معاهم نقول لهم انا جزائري، يقول لك واش قاعد دير هنا؟ واش قاعد دير هنا؟ بلاد غنيه، يقول لك بلادك عندكم الغاز اول سكند في العالم، في العالم غاز وبترول، راكم ذا بيست وان. وبريتش بتروليوم هاي في الجزائر، راهي في حاسي مسعود، وامريكان كومباني ثاني بتروليوم راهي في بدف. بصح ما شفنا والو، ما شفنا والو. انا صار لي عندي دوكا تقريبا 20 سنه 17 سنه استغفر الله في هذا البلد. بصح ملي تبعت السكن تاعي عندي تقريبا 30 سنه، نبعته لك ما كان والو. كلها حكي الشغل ثاني، وعود كاذبه. يسكت في هذا، بصح شكون يشغل عائلته، ما باباه وعمه وخوه وجده من هنا، وعاملين كل اداره عاملينها فاميلي. هاك عارف اخويا صالح، وانت كنسان قديم، انا قاعد محترم، ونعرف كنسان طيب. جزاك الله خير صالح، وانت دائما تحب تضرب مع الناس وتحب تضرب. يعني انا كل يقولوا لي رشح لي صالح، والله غنرشحك صالح. والله يا اخي ما سهله صالح، على خاطر انسان طيب وتشتغل من قلبك. جربنا بصح ظهروا فيها الناس انهم ماشي فحولة، اسمح لي. كاين انت وانا خاوتنا المشكله تاع الجزائريين تلعق الصح، شكون راهم في الحباس؟ توقف مع الجزائري مسكين في مظلومين، كاين جزائري مظلومين هم في الحباس، راهم في الحباس، هم يموتوا كل مره، يموتوا واحد. انا كل مره كنا علاش حنا ما يديروش اليد في اليد، يديروا كوميونيتي قادره. وين كوميونيتي؟ الصوماليين ما تفدنا هنا، ما عشنا هنا لا في بلادنا، وين رانا الحين؟ انا بالنسبه لي راح ضعت انا وضع اللي قبلي، وراح اللي مورايا اجيال راح تضيع. وراه الحل؟ والله يا اخي ما عرفت باش هما. انا نعرف غير الكرسي، والانتخابات و 99% ونجح افنان، هذا واش نعرف انا.
ونفس المكان وريبيلوت. اسمع سمعنا حاجه اخرى بان نخرجوا على الموضوع، هذا الغلاء اللي داير حاله في كي جا رمضان الاسعار ولات حارقه، يعني تحت السومه طلعت. علاش ما يخافوش ربي هذو يعني وداروها يعني في وقت رمضان؟ يا اخويا ما خافوش بربي من بكري حتى اللي يخافوا منه دوكا، ما نظرش كان هذوك الشعب هذاك يا اخي هذاك المنظر كان يخاف ربي، الا كان جاو الناس توقات يخافوا ربي ويحكموها ناس اللي يخافوا ربي. ما دام الناس حاكمينها ديزيسكرو ويخمق على 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 جيبو ويبعث ولدو للامريكان عم يقراو هنا، عم يقراو هنا بالمناسبه. بن بوزيد والبنت بوزيد تقرا هنا على بالك بها بنته، بينما الجزائري الزوالي يقرا في الجامعه الجزائريه ومسكين ويحطموه ويقتلوه، بعد بعد التخرج يروح يقرا في المدارس الابتدائيه الليسانس، يقولوا تشغيل الشباب يعطوا له 1,500,000 وريح باه يسكتوه، بينما اولادهم يقراوا هنا بدليل ان وزير التعليم بن بوزيد بنته تقرا هنا في بريطانيا. بارك الله فيك. فهمت يا اخي وش عدد ولا عدد ولا تحصى يا اخي. الناس هذو مجرمين، ما دام الناس هذو مجرمين مازالوا جنرالات هذوك، ما دام البلد تبقى كيما هكذا يا اخي. يا اخي جنرالات اديو الفلوس يا اخويا، ادي قداش تدي وروحوا خليونا يا اخويا، خلوا الناس خلوا الشباب جديدة هذه، خليهم يخدموا البلاد يا اخي، البلاد فيها الفلوس يا اخي. الصحراء تاعنا راهي كلها صحراء، كلها بترول كلها غاز، كلها فخانه يا اخي. راه طابت الاليزي ما تلقى والو. حاسيم سعود حاسيم سعود مساكن ما عندوش الماء. حاسيم سعود اللي تعتم البترول. البترول هنا والغاز هنا والغاز ما عندوش يا اخي. وين هاي الانجليز هذه ايلاند يا اخي، ايلاند هذه تحسبها ايلاند والله، دايره بها البحر ودايره من هنا وكلها ما فيها مولو، ما فيها مولو، ما فيها مولو، لكن يخدموا بلادهم. شوف بصح بلادهم يا اخي، شوف راه صالح نعتلم شويه يا عمودي. هاي باينه باينه طرق، هاي طرق كيف كيف قاع، كيف كيف كل بلاصه كيف كيف قاع. بارك الله فيك. عندهم انا حاجه واحده برك على ما يدوس هذوك تاع سبيس هذيك اوفرت هذيك كما يقولوا الولاد الصغار كي يخرجوا من المدرسه. وين راح تفلس المناطق الخضراء؟ المناطق الخضراء هنا في كل منطقه فيها 6 و7 مناطق خضراء. هذه ما كاش، هذه صار اخويا كنت متطلب هذه تخرج خارج العاصمه صحراء. العاصمه في العاصمه مساكنهم مسافرين يعني بنقول يعني ماشي العاصمه راهم لا تلا ما صار بالدين. عمي ابنه ها كم تستقر؟ هاي دو ماي فريند هاي سي يو نايس تو سي يو. هذا از مان، هذا جود مان، هذا من يخدموا عادي. انا الناس قاع الناس قاع الناس سواسية انا الناس سواسية هاو حل ويشتغل عادي. ما عندهمش هذاك تاعك حل ولا ابيض ولا زرق ولا اصفر. هنا الناس كلها سواسية. هم يبنيوها هاي يا ركبت هذه وما كان بعد شهر شهرين تلقى طلعت عمارة. هنا تانا يقعد فيها سنتين 3 سنوات وكي تخلص يديها فلان وعلان. هنا في 6 شهور يطلعك باطيمة. شوف الاولمبيكس القرية الاولمبية وقت طلعوها تندم. ايوه القرية الاولمبية طلعها في مي با عام وزياده. انا واش يعرف انا يعرف يهدم هنا، هنا تعطيها يهدمها في بلاصه ويبنيها ويبنيها. اعطيه فيلا ولا اعطيه لي باتيمون اللي بنتها الحكومه فكيهدمها لك في 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 24 ساعه. بس باش يبني ما يبنيش يا اخي الثقافه اللي قصدك هنا ولا لهيه؟ ها قصدك تهدم على البلاد؟ على البلاد على البلاد هذاك على البلاد يا اخي. هنا يبني والبلاد يهدموا. يا سلام اخويا التقييم هناك. هنا رانا في عالم الجزائر هي في العالم الثالث يا اخي، وهذا في العالم الاول يا اخي. صح انا كرهنا يا اخي، انا ميدسان جينيراليست قريت حياتي كامله قرايه وكل شيء، شعري بياض وكل شيء. بس رحت لقيدوم نشفى عليها ما برومي ان بوست. قيدوم كان وزير الصحه. ايه كان وزير الصحه قال لي نعطيك بوست في الصحراء. قلت له يا اخي حطني في الصحراء، قلت له حطني في برج بلجي مختار ولا قال لي من بعد سمانه تجيك الكونفوكيشن كونفوكاسيون. راني هنا هاي سمعنا، راني في 17 سنة وانا في البلاد هذي ولا رسالة جات. والله يا كارثة يا اخو. فوزي فوزي يا فوزي فوزي استناني مالا وش نقول لك يا صالح اخويا. ها هو صاحبي يا اخي انتظر فيها. بارك الله فيك وان شاء الله يا خويا يجيو الناس يخدموها ان شاء الله. كنت نرشحك انت نرشحك وبالمناسبه صح يا اخي. انا حبيت قبل ما قبل ما نسكر على على قيدوم يا اخي قول اتقي الله برك. هذا مكان انا نعرفه مني كنت في الجامعه، كان يدير العمليات على سباين ديزيز على 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 امراض عمود فقري. رحت للجزائر قلت له يا قيدوم راني طبيب تخرج جديد، هل من هناك شغل؟ قال لي جيب لي شخشوخه من قسنطينه. قلت له نجيب لك شخشوخه. بعدني نخدم برك انا ابويا ريتايرد خرج تقاعد من الشرطه يا اخي، اعطيني شغل نعاون عائلتي ونتزوج ونستقر. قال لي من بعد اسبوع تجيك
تجيك اسمها كونفوكيشن اسمها بالعربي استدعاء استدعاء على اساس الشغل هو اسبوع هو اسبوعين هو شهر هو شهرين هو عام 17 سنه 17 سنه ولا ابولوجايز ولا قال لي سوري ولا ما سامحنا ولا ما عندنا الشغل الى غايته من هذا وكون جات امراه انا نعرفه من من من, من قسنطينه كون جاته ساميه الحفافه او يعرفها هو تجيب له قرعه ريكار داك يخدمها يخدم لها اخوها وبنها وجدها بصح كي عطانا انسان قليل هاي هزات وكل ربي وكل ربي حسبي الله ونعم الوكيل في قيدوم وحسبي الله الوكيل في الرئيس تاع الدياس هذاك اسمه احمد وحسبي الله في كل من شرف في خروجي من بلد انا كنت عبد بلد وعبد الشغل في بلدي لقيت راهي متشرد يا حسبي الله ونعم الوكيل ويا ربي اسال الله العظيم رب العالمين في هذا الشهر رمضان ان يجيبوا ناس طيبين يا رب العالمين كما خويا صالح يحكموا البلاد ويخرجوا الشبيبة هذه من الدروك هاي الدروك كلات البلاد يا والله كلات البلاد والله الشبيبة راهي والبحر والبحر بحر راقم ساكن خلينا من البحر هذيك يا اخي هذاك عالم خلاف هذيك يا كل ملف وملفه يا صالح يا خويا ربي يجازيك ان شاء الله خشوا الملف تاع البحر وحده ملف تاع الدروك وحده ملف تاع الشغل وحده ملف تاع السكن وحده يا اخي واش ما تلقاش ولا ملف هذه كلها تراكمات تراكم باك لوك باك لوك باك لوك الفساد كاع في الفساد فساد فساد خويا خويا قسمطينه دوكا الناس راهي يشوفوك في رمضان بارك الله فيك يا خويا قول لهم صحه فطوركم واش قول صحه فطوركم يا خويا وبارك الله فيكم وسامحوني كان قلقتكم يا خويا خوتي بس هذه انا شاب جزائري عشت المرحله كنت معكم انا في الجزائر وعشت ما عشت انتم وان شاء الله يا رب العالمين يجيو ناس حنا نتاملوا ديما الخير راني في انجلترا راني لاباس عليا والحمد لله بس نقول للناس هاد المجرمين هادو حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وان شاء الله يجيو ناس اسماعيل شراك انا اسماعيل هذا اخونا اسماعيل مسكين شراك اسماعيل احكي معاك شويه اسماعيل كما حبيت تفهم واش قول صحة رمضانكم صحة رمضانكم ايوا صحة رمضان هذا مكان صحة رمضان وتهلا في روحك اسماعيل السلام عليكم اسماعيل الله يشافيك ان شاء الله اه بارك الله فيك تحيا الجزائر وصحة فطورك خويا صحة فطوركم بارك السلام عليكم السلام صحة فطورك خويا صالح بارك